خلونا ناخذ اخونا عيسى من السويد. يس. اهلا اخويا عيسى. الو الو تفضل عزيزي. اهلا وسهلا. الو مية هلا بيك اخ عيسى، تفضلوا. تفضل عيسى. سلام عزيزي. الرب يسوع معك. سلام الرب معك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا عيسى من السويد. اهلا بيك. اهلا بيك عزيزي. الله يخليكم جميعا. تفضل. اتمنى تصلوا لي وتصلوا لعائلتي. لأمي لأخواتي. أنا كثير إنسان خاطي وبعيد عن الرب، بس أنا اليوم شفت الجمعة الحلوة هاي وحبيت أن أشارك. بتصلوا لي وأرجع للرب. آمين. الله يوفقكم ويحميكم. أتمنى أن دائما تذكروني بصلواتكم. فأنا كنت متزوج، ولما جيت للسويد حصل طلاق. أنا مسيحي بتعرف بالمسيحية ما في طلاق. أنا كثير تعبان وحابب إنه تصلوا لي بصراحة. يعني الرب يسوع ما في طلاق بالمسيحية، بس للأسف يعني الأشياء اللي بتحصل كثير سيئة، والحرية الزايدة وكل شيء. فأتمنى إنه تصلوا لي وتسألوني بصلواتكم، إنه أكون دائما مع الرب يسوع، لأنه كثير بعيد عن الرب يسوع. هو قال أنا إنه هو جاء إلى السويد وصار عنده مثل إنه يعني ابتعد عن الرب أولاً، وصار طلاق. هو كثير تعبان وقال شفت هالجمعة الحلوة هذه، قال أنا أريد تصلوا لي حتى أرجع إلى الرب يسوع المسيح، حتى أقبل الرب يسوع المسيح مرة ثانية في حياتي. وهو جدا تعبان ومتضايق. وقلت أعتقد قال طلاق. يس. طلاق. أوكي. أوكي. وطلب صلاة إلى والدته أيضاً وإخوانه والعائلة. أوكي. أخ عيسى أنا أشكر الرب من أجلك، اسمعني رجاءً وبعدين أنا راح أصلي أول مرة إلك ولأمك وإخوانك وأهل بيتك وحتى زوجتك. أوكي. لكن في نفس الوقت أريدك بعد ما أصلي أنا راح أطلب منك أن أنت تصلي معايا إذا ما عندك مانع، يعني تعيد ورايا، لأنه الآن هو أهم وقت بالنسبة إليك أصلاً. بما أنه أنت قلت أنا إنسان خاطئ، ولأنه أنت قلت أن أنت اتصلت الآن وطلبت بالحقيقة، هذا هو روح الله الذي يتحرك فيك حتى أنت تأتي له، لأنه الرب يدعوك. مثل إذا تتذكر قصة الابن الضال، لما قال لأبوه انطيني حصتي أنا أريد أطلع، لكن بعدين لما مات من الجوع في بلد غريب وحتى ما كان يقدر يشبع من طعام الخنازير، رجع إلى نفسه وقال شقد أكو خدم وحشم في بيت أبويا يأكلون ويشربون أحسن من هذه الوضعية اللي أنا فيها، راح أقوم وأرجع إلى أبي وأقول يا أبي أنا أخطأت إليك وإلى السماء. وفعلا وصل، لكن تم استقباله بفرح كبير. أخويا عيسى راح أصلي معاك الآن، وبعدين لما أقول لك صلي وياي تصلي وياي. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين. يا رب نحن نشكرك ونعظمك ونسجد إليك يا رب، ونحني رؤوسنا أمامك ونحني قلوبنا يا رب أمامك، لأنك أنت الخالق، أنت الطبيب العظيم، أنت الشافي، أنت الذي تغفر خطايانا وترجعنا وتبحث علينا، كما تركت 99 خروف وبحثت عن الخروف الضائع. أنا أصلي يا رب من أجل ابنك عيسى
في السويد، أن يا رب أن تلمسه الآن بروحك القدوس يا الله، بكلمة من عندك يا رب أن تحرر ابنك عيسى من كل ظروفه القاسية ومن خطاياه، وتغسله يا رب بدمك يا رب، أن تلمس بيته، أن تلمس أمه وعائلته وإخوانه يا رب، وهو اعترف لك بأنه إنسان خاطئ ونحن كلنا خطاط. يا رب أنا في هذه المناسبة أيضا أصلي من أجل الشرق الأوسط، من كل الذين يسمعون الآن ويشاهدون في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، أن يتقدموا في هذه اللحظات المباركة يا رب، أن يسجدوا أمامك يا رب كما ابنك عيسى يسجد الآن ويطلب النعمة والرحمة والخلاص. يا رب أنا أصلي حتى من أجل زوجته وطلاقه، أن يرجع الآن إليك وهو وزوجته ويرجعون إلى بيتهم مرة ثانية. أخويا عيسى، ممكن الآن تعيد هذه الكلمات البسيطة ورايا، الهدف أنه أنت مو تقولها على للمشاهد ولا إلى باسم، وإنما أنت الآن ستصليها إلى أبوك السماوي. السماء الآن تفرح بخاطئ واحد يرجع ويتوب، وأنت الآن جاهز عيسى، قول يا رب. يا رب أنا أشكرك يا الله، أنا أشكرك يا الله، سامحني يا الله، سامحني يا الله، أنا إنسان خاطئ، أنا إنسان خاطئ، أنا أتقدم إليك وأتوب، أنا أتقدم إليك وأتوب باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح، غسلني يا الله، غسلني يا الله من كل خطاياي، من كل خطاياي، حررني يا يسوع، حررني يا يسوع، امنحني الحياة الأبدية، امنحني الحياة الأبدية، أنا راجع بكل إيماني إليك يا الله، أنا راجع بكل إيماني إليك يا الله، وثقتي هي في دمك المسكوب على الصليب، وثقتي هي في دمك المسكوب على الصليب، أشكرك لأنك سمعت صراخي، أشكرك لأنك سمعت صراخي، سامحني يا الله، سامحني يا الله، أستر علي وبيتي وأمي وأخوتي، أستر علي وأمي وبيتي وأخوتي، وحررنا يا الله، وحررنا يا الله، واملأنا من روحك القدوس، واملأنا من روحك القدوس، اكتب يا يسوع، اكتب يا يسوع اسمي في سفر الحياة، اسمي في سفر الحياة، استخدمني يا الله، استخدمني يا الله، واعطيني القوة، واعطيني القوة لكي أبشر في اسمك، لكي أبشر في اسمك، والمجد لك يا رب، والمجد لك يا رب، أشكرك باسم الآب والابن والروح القدس، آمين، أشكرك باسم الآب والابن والروح القدس، آمين، آمين. مبروك عليك أخوي عيسى، ألف مبروك، وألف إلى مبروك إلى كل الآلاف الذين أيضا أنتم صليتم مع الأخ عيسى من السويد، إذا من العراق أو من إيران أو من شمال أفريقيا أو أمريكا. لكن الآن أخ عيسى، أنا عندي نصيحتين ثلاثة إليك، أنه أولا أنت مبروك عليك، لأنه اليوم هو يوم خلاصك، اليوم أنت من قلبك صرخت للرب والسماء سمعت صوتك والرب سمع صوتك، وصارت فرحة وحفلة كبيرة في السماء بسبب إيمانك وتواضعك واعترافك وقدومك للمسيح.
الرب يباركك. أنا بس حابب أشكركم كتير كتير، وأتمنى أنه دائما تذكروني في صلواتكم. yes. وإن شاء الله أنه أكون عند حسن الرب يسوع المسيح فيني، لأنه أنا كتير ضايع، بس أنا هلا واثق بإله يسوع أنه هو حررني وخلصني. أشكر الله، أشكر الله، شكرا كثير لكم، الله يبارككم.